بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أماني سلامة، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. النهاردة احنا في مؤتمر جامعة المنوفية للسكر، ومؤتمر الحقيقة فيه كوكبة كتير من الناس اللي قالت أبحاث جديدة وقدمت بيانات متقدمة لمرض السكر وعلاجه. التوك اللي أنا قلته النهاردة كان على النيوتريشن سبورت أفتر ميتابوليك سيرجري، وأشدنا فيه بأن احنا لازم نبتدي الكلام ده بري أوبراتيف قبل ما نعمل العملية علشان تو بريفنت مايكرونيوتريان ديفيشنسيز. وكان في سيشن كامل بيتكلم على الميتابوليك سيرجري اند رول ان مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. المؤتمر فيه سيشنز كتيره، حاليا بيتكلموا على الدايابيتس ان بريجننسي، ودي حاجه مهمه، دايابيتس ان تشيلدرن. انا مدرس للتغذيه العلاجيه في جامعه فاروس، كليه العلوم الطبيه المساعده، بتخرج دايتيشنز، بناشد كل الفيزيشنز اللي موجودين بيحضروا المؤتمر او بيشوفوا المسج دي انهم يحاولوا يوظفوا او يستعينوا باي حد من خريجين الكليه هيكونوا مدربين على التغذيه العلاجيه في جميع الامراض علشان يكونوا دايابيتيك ايديوكيتورز، نيفرولوجي نيوتريشن ايديوكيتورز. هيبقى ده فرع مهم جدا عشان نحسن مستوى الخدمه الصحيه في مصر. وشكرا.